السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم الصيدلاني على الصفار من قناة يوميان صيدلاني. رايد من عندكم الاشتراك بالقناة واللايك والمشاركة، وأي شيء تحتاجونه من عندي بالقناة وتطلبونه من عندي أنا أقدر أساعدكم. عليكم اليوم راح أشرح لكم على منتجين من شركة بايو بالانس، اللي هم أول واحد اللي هو كريم تفتيح الهالات السوداء تحت العين، والثاني اللي هو كريم الترطيب والعناية بالقدم. أجي أشرح لكم على واحد واحد. أول شيء أنا ما أسوق لأي شركة، أنا فقط أشرح المواد الموجودة عندي بالصيدلية. زين، كريم البايو بالانس اللي هو يستخدم في تفتيح الهالات السوداء تحت العين، يستخدم عند الناس اللي يعانون من مشكلة بالهالات السوداء التي تحدث بسبب قلة في النوم أو الأرق أو التعب أو مع التقدم بالعمر. زين، هذا الكريم يساعد على حيوية وتنعيش العين فقط خلال 4 أسابيع، يساعد على تقليل الهالات السوداء والانتفاخ، يساعد على منع الاسوداء، يعمل على تفتيح الهالات السوداء بسبب تركيبته الخاصة التي تحتوي على عدد من المركبات الطبيعية. يعني هذا ما يحتوي على أي مواد كيميائية ضارة ممكن أن تؤثر على الأشخاص، فقط يحتوي على مركبات طبيعية، يعني منتج طبيعي. زين، استخدامه شلون يستخدمه الواحد؟ يستخدمه يخلي كمية قليلة من الكريم مرتين يوميا حول العين، بعد ما ينظف العين ويجففها يخلي الكريم مرتين، مرة صباحا ومرة ليلا. زين، ويدلكها بلطف بشكل دائري، تدليك بشكل دائري، وإلى أن يتم امتصاصها بشكل كامل داخل الجلد، يعني داخل جلد العين. هاي الطريقة الصحيحة للاستخدام. زين، هل يأثر على الحامل؟ ما يأثر على الحامل وما يأثر على المرأة المرضع. يعني أنا قلت شاهد الله ما أسوق لأي شركة، فقط أحكي المنتجات اللي موجودة عندي بالصيدلية واللي عليها طلب كل هواي، وهذا المنتج مجرب وإن شاء الله يفيدكم. يعمل على تفتيح الهالات السوداء وتقليلها الموجودة تحت العين. ثاني من شركة بايو بالانس اللي هو كريم الترطيب والعناية بالقدم، وخاصة هذا الكريم يستخدم بهاي الفترة فصل الشتاء. ليش؟ لأن الناس يكون عندهم يعني تكثر حالة المشط في القدمين، يصير تشققات، يصير فطور، قلة برطوبة، فأنصحهم باستخدام كريم الترطيب والعناية بالقدم. زين، هذا كريم الترطيب والعناية بالقدم شنو يحتوي؟ يحتوي على زبدة الشيا، زبدة الشيا الكل يعرفها، ويحتوي أيضا على فيتامين إي، ويحتوي أيضا على عدد من المركبات والمنتجات والفيتامينات الطبيعية فقط. مثل إيش؟ مثل مادة اللافندر المعروفة، يعني الكل يعرفها، مادة اللافندر هي تستخدم كتلطيف للجلد، والزنجبيل الطبيعي اللي يمتاز بأنه يعني ملطف للبشرة، ومادة النعناع المرطبة والتي تمد القدمين بترطيب وتنظيف طويل الأمد، ويستخدم أيضا لمنع رائحة القدمين. زين، الاستعمال مالته تخليه على القدم، أول شيء تنظف القدم مالتك وتجففها وتخليه عليه وتدلكها بصورة دائرية. النتائج مالته راح تبين يعني خلال أسبوع أو أسبوعين. زين، أفضل استخدامه بنهاية اليوم قبل لا تنام، أفضل استخدامه، وأفضل لبس الجوارب والابتعاد يعني عن الأشياء اللي ممكن أن تؤثر على القدمين. وتحياتي لكم، أرجو منكم الاشتراك بالقناة والدعم واللايك، وياكم الصيدلاني على الصفار.